نورهان ونادية اتنين اصحاب نزلوا على طريق اسكندرية القاهرة علشان يجيبوا اكل لانهم ما فطروش من الصبح. نادية كتبت هتجوز كمان 4 سنين واقضي العيد مع قرة عيني، وللأسف ما عداش على البوست 4 ايام بس وماتت نادية. وقفوا وعدوا الشارع الناحية التانية علشان يجيبوا اي اكل بس ما يعرفوش ان دي النهاية. وهم بيعدوا الشارع الناحية التانية حصل اللي ما حدش يتوقعه، اتوفوا الاتنين مع بعض. تفاصيل وتعاطف مع بنتين مشجعات للاهلي اتوفوا اثناء العودة من الاستاد. ستوري نورهان بيأكد ان كل شيء مكتوب ولي وقته ومكانه وكل حاجة، ولفت لفت وراحت لقدرها. نادية دي تقريبا ما كانتش بتسيب ماتش للأهلي سواء في القاهرة اسكندرية المحلة، كانت بتروح كل الماتشات ولفت كل الاستادات تقريبا. انا ما اعرفهاش شخصيا لكن كنت باخد بالي في المدرج على طول بالصدفة والله. حتى اخر مرة كانت معايا في ماتش المحلة شفتها شخصية محترمة وطيبة. مفيش حاجة تغلى على اللي خلقنا، الموت حقيقة لا مفر منه، ويا رب يحسن خاتمتنا. اللي شوفني من العياط دلوقتي يفتكر ان نورهان ونادية دول عايشين معايا او اصحابه عشرة عمر، بس الحقيقة ان نادية دي معرفهاش اصلا، كانت بس فريند عندي. رغم كده بعيط عليها من حب التايم لاين ليها، وانها كانت شخصية محترمة وطيبة، ونورهان فريند عندي بس ما اتكلمناش قبل كده، كل كلامنا كومنتس. حقيقي انا بحب نورهان قوي قوي قوي، والتايم لاين كله يشهد انها محترمة وعمرها ما غلطت في حد، وشاطرة في شغلها ودراستها، وبتحب الاهلي ومعلول، ورا الاهلي دايما، وبتقول يوم ما بطل اشجع هكون ميت اكيد، وماتت فعلا. انا كان نفسي حد يطلع يكذب الخبر ويقول انهم كويسين، بجد عقلي مش قادر يستوعب. ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته يا رب. ربنا يرحم نور ونرجس، ادعوا لهم، محدش في ايده حاجه يا جماعه غير الدعاء ليهم بالرحمه والمغفره، لان ده قدرهم ومكتوب. ربنا يصبر اهاليهم ويربط على قلوبهم. من ناحيه تانية كشف مشجع اهلاوي تفاصيل اللي حصل وقال حابب بس اتكلم في حاجه. البنتين دول كانوا طالعين مع اتوبيسات النادي اللي النادي الاهلي مشكوره مطلعه الجمهور من القاهره لاسكندريه. انا مش بزايد على حد ولا بفتري على حد، والناس اللي حضرت الموقف وشافته بعينيها هتعرف اني مش بغيب حد ولا بجدف في كلمه. البنتين دول طلعوا الاوتوبيس بعد الماتش ونزلوا منه يجيبوا اكل من السوبر ماركت اللي في الناحيه الثانيه من الطريق، والناس اللي في الاوتوبيس كلها تشهد على كده، وفي ناس اتخانقت مع المشرف بسبب انه واقف مستنيهم وقالوا له بالنص انت هتوقف الاوتوبيس ده كله علشان بنتين نزلوا السوبر ماركت. لكن للاسف محدش يعرف اللي هيحصل، وحصل اللي حصل، والبنتين وهم بيعدوا الشارع عربيه خبطتهم. وفاه المشجعتين من الاهلي قلب السوشيال ميديا كلها، وكمية تعاطف غير طبيعية مع بنتين مع جماهير الأهلي. الأهلي والاتحاد السكندري نزلوا تعزية لأهالي المشجعتين، ده غير تعازي السوشيال ميديا اللي اتقلبت امبارح وتحولت مواقع التواصل لصرادق عزاء. ربنا يرحم نادية ونورهان ويصبر أهلهم على اللي موجودين فيه، حقيقي إحساس صعب قوي.